حسن يا بن عمي، يا حسن يا بن عمي، كفيك بروحي ودمي. يا بدلاب الطيب يا وطن يا حبيب، يا بدلاب الطيب يلي بتسأل احنا مين؟ احنا كتائب عز الدين، احنا كتائب عز الدين، احنا كتائب عز الدين، احنا كتائب عز الدين. هذا القسام اللي ضحوا بدمائهم في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، اليوم تلقينا خبر اغتيال 3 مقاومين في نابلس جبل النار، اللي كانوا هم منفذي عملية الأغوار اليوم، اللي كانت رد على اللي بصير في المسجد الأقصى. وبإذن الله هاي الدماء وهاي تضحية راح تروح سدى، وبإذن الله المقاومة ستستمر في طريقها نحو تحرير كل فلسطين. نابلس يا جبارة، صرخة شعبك هالدارة، ويم الشاهد نيالك، يم الشاهد نيالك، يا ريت امي بدالك، شبابك شري بالدم. مسيرة اليوم مسيرة غاضبة بعد اغتيال قوات الاحتلال لثلاث من أقمار فلسطين في نابلس جبل النار. هذا اللي عمل اعتدنا الجريمة من الاحتلال، ولكن تطورت آليات الجريمة وأساليبها بالقصف والطيارات المسيرة. يعني هذا إرهاب. بدنا الأرض تولع نار، بدنا الأرض تولع نار، بدنا الأرض تولع نار، رصاص كل الأحرار، رصاص كل الأحرار. مسيرة ضمنية مع شهداء مدينة نابلس جبل النار، لأن بير زيت كانت وما زالت وستبقى نبراس العمل المقاوم قادر على تحريك الشارع الفلسطيني، ونحن على عهد الشهداء والأسرى دوما. ارفعهم عهوارا، ارفعهم عهوارا، من بير زيت أعلناها، من بير زيت أعلناها، خاطر نجم الشمال.